Three very long parallel wires each carry current I in the directions shown in figure. If the separation between adjacent wires is D, هنا D وهنا D, calculate the magnitude and directions of the net magnetic force per unit length on each wire. يعني عايز ال F على ال N اللي هي ميو نوت على 2 باي في I داش، مفيش بقى ايه اللي جبناها هنا على الR اللي بينهم. طب هنسمي ده واير واحد، اتنين، تلاتة. بين واحد واتنين التو وايرز عكس بعض، يبقى بينهم ريبالشن. هنسمي دي، هنحط هنا كده F على واحد نتيجة اتنين، وبين واحد وبين اتنين نفس الاتجاه، احنا بين ده وبين ده قلنا ريبالشن فهيبقى لفوق، وبين ده وبين ده F تلاتة هيبقى لتحت. يبقى واحد مع تلاتة في بينهم اتراكشن، فدي F تلاتة. اتنين واحد واتنين بينهم ريبالشن، فهيبقى في F اتنين لفوق. انا بدرس واحد دلوقتي، وبالتالي هيساوي دلوقتي بتكلم على الواير اللي هو رقم واحد، ميو نوت على اتنين باي، اللي هي طبعا هتطلع دي اربعة باي في عشرة سالب سبعة، تبقى اتنين في عشرة سالب سبعة، سيبها زي كده. في اي يبقى اي تربيع، كل واحد فيهم اي تربيع سواء بين ده وبين ده وبين ده وبين ده، اي تربيع تقسيم تقسيم ار، هدخلها هنا لان بين ده بين واحد وبين اتنين المسافة بينهم بس دي، والقوة الفوق هيبقى واحد على دي ماينس بين ده وبين ده اللي هو تأثير تلاتة لتحت، يعني هيبقى واحد على اتنين دي. يبقى بين واحد واتنين القوة على واحد لفوق، فاعتبرتها موجة. بين واحد وتلاتة الاتنين بينهم اتراكشن، ف اف تلاتة تأثير اف تلاتة على واحد لتحت، اعتبرتها سالب. واحد على دي ناقص نص دي، يعني نص دي كده، نص دي هيبقى ميو نوت اي تربيع على اربعة باي دي. واير اتنين وعلى نفس الكلام، مفيش اختلاف بين في القانون يعني، ولكن اختلاف في اللي جوه القوس ده. هقول ميو نوت على اتنين باي في اي تربيع. دلوقتي هدرس اتنين، تأثير واحد على اتنين، الاتنين دول بينهم ريبالشن، طالما بينهم ريبالشن يبقى معنى كده هيبقى لتحت كده، ده تأثير اف واحد، وبين اتنين وتلاتة برضو ريبالشن، فده تأثير اف تلاتة، معنى كده عكس بعض، والمسافة بين هنا وهنا دي وهنا وهنا دي، يبقى واحد على دي ماينس واحد على دي يعني يساوي زيرو. لسه واير تلاتة عامل زي واير واحد تقريبا، ولكن خلينا نقول اف على ال، وهنا نفس الشيء اف على ال، ولكن اتجاهات هتختلف على اتنين باي في تلاتة. بين واحد وتلاتة نفس الاتجاه، يبقى بينهم اتراكشن، يبقى الفوق ده اف نتيجة واحد، بين تلاتة واتنين عكس الاتجاه فبينهم ريبالشن، فده اف نتيجة اتنين. فاف واحد واحد على اتنين دي لفوق، وهنا لتحت يبقى واحد على دي، يبقى كده ماينس نص دي، يبقى هيساوي ماينس ميو نوت اي تربيع تقسيم اربعة باي دي، يبقى نفس القيمة ولكن عكس الاتجاه. يبقى واحد هيتأثر عليه بالقوة دي اللي فوق، تلاتة نفس القوة لكن اللي تحت، اللي في النص زيرو.